رح نتعرف على موهبة عشقة الريشة منذ الصغر، فبدأ رحلته ليحول هذه الموهبة ويسقلها وكيفية تظهيرها أو تظهير الرسومات والمنحوتات. صحيح هبة، موهبته قادته ليكتشف ويستكشف مواهب أخرى، فأوجد جمعية أو مجموعة لبنيز تالنتس ليساعد غيره من المواهب، فأوجد لها معرضا سيعرفنا عليه أكثر الرسام والنحات سيمون مهنا في فقرة أحداث ونشاطات. صباح النور سيمون، شرفتنا. يعني تاريخ مليء بالمنحوتات والمعارض والشغل الرائع، كلمنا يعني كذا عن رحلتها كلها، كيف تختصر؟ هو بلشت بالهندسة بالبداية يعني، ولاحقا بعد ما اكتشفت أو قررت أنه اختلي للرسم أو للفن صرت بس تايم ارتست كل الوقت، فبلشت لي الموسيقى. أنا بين أساس كنت بلعب بيانو كذا، أمي رسامة، بس ولا مرة أنه جربت قلعت ريشة ارسم كذا هيك. على 12 سنة 13 سنة أختي أصغر مني قررت، كان عمرها 6 سنين تبلش، فصرت شوفها ولاحظها هيك تحمست جربت وهيك، وحتى الأستاذ يعني اللي كنت عم باخد معه قال لي إنه في موهبة لازم تكمل، ومن وقتها عم نكمل. يعني خبرنا إنه عرفنا إنه أنت بتستخدم الفحم برسوماتك، ليش الفحم وكيف الفنان بيقدر يعبر عن أفكاره بالرسم وبالنحت؟ مظبوط، بحب كتير الفحم بالشغل لأن بحسه هيك أجي وإنه قوي يعني حاد، إذا بدك بيشبه شوي شخصيتي. أكيد كمان بشتغل بالبانتور يعني، بس بالفحم بحب أشتغل كتير هيك يعني رسومات بالفحم، لأن أول شيء سريع يعني، إذا أجيت فكرة، إذا قاعد مطرح بقهوة، أنا بقعد كتير بقهوة، إذا قاعد بقهوة وشفت هيك شيء حدا لفتني كذا إنه على السريع ما حجيب لوحة وأقعد أرسمها مطرح ما قاعد، برجع بعدين برجع بحولها لمنحوته للوحه او لاي شيء ثاني. نعم، فبحس هيك بتوقف شوي الوقت تاخذ الملامح يعني تضل معك. ما بين الرسم بالفحم والرسم بالالوان، الرسم بالفحم لعبه ظل وضوء، يعني دائما ممكن في ناس بتفتكر انها بتخفي كثير، في ناس بتفتكر انها بتقول كثير، فانت تبع اي مدرسه؟ يعني كيف بتلاقي رسمك بالفحم؟ هلا انا بتبع كمان الاسلوب النمساوي بالمدرسه النمساويه اللي هي تتبع المبالغه، اذا مثل ايجن شيل كليمت وغيرهم، فبحب كمان الفحم لانه بس نعطي ضربتنا يعني بتطلع، اذا قاسيه بتطلع ما فيك تمحيها، ما فيك شيء، خلص انه بينت. وزيت الوقت مثل ما حضرتك سبق وقلت انه مظبوط في لعبه ضو وظل كثير جميله، فهون كمان بنلعب على الكونتراست، شو بدنا نخبي، شو بدنا نبين، لشو بدنا نعطي قيمه، لشو ما بدنا نعطي قيمه، فكمان هون بتلعب دور كثير حلو. نعم سيمون، في عندك معرض رح يفتتح بعد أيام، هو معرض صرخات بشرية، وإحنا عم نعيش بوطن عربي مليء بالصرخات البشرية، شو الصرخة اللي أنت نقلتها وليه؟ مزبوط، هذا المعرض حيكون بجاليري ماينس وان بالتعاون مع بانزي جاليري ماينس وان، حأحكي فيه إذا بدك عن الصرخات وأنواع الصرخات وتطورها مع الإنسان، مش صرخة يعني واحد عم بصرخ، يعني كل أنواع الصرخات إن كان فرح ولا حزن ولا كذا، بس أنا مركز فيه أكثر شيء إنه كيف تتطور هالصرخة من مع تطور مراحلنا بالحياة. هالمعرض بشكل خاص مركز فيه إذا بدك على الصراع يعني بين الطفولة والبلاغة، بين الشخصية الدوميننت والريسيسيف اللي بداخل كل شخص، فهو مركز على هذا الصراع بين الشخصيتين اللي موجودين بكل شخص. اكيد في وحده بتكون طاغيه وحده مش مبينه، يوجوالي مش كثير مركز عليها، هي بتكون فيها الكوتي ارتستيك الجزء الفني يعني، فمركز على هذا الصراع بيناتهم. نعم سيمون، انت قمت بانشاء لبنيز تالنت، وين بتلاقي مهم انه الفنان يمد يد للفنانين الثانيين، او وين بتلاقي قوه الفنانين لما يجتمعوا؟ من وين جات الفكره وليه انشاتها؟ هي صراحة الفكرة من أنا أول ما بلشت كنت تحس إنه مثلا أنا أهلي كتير شجعوني تكمل يعني بالرسم، يعني غير حدا أو بالفن، غير حدا شفت مثلا رفقاتي عندهم موهبة حتى أشطر مني بس ما كانوا يلاقوا حدا يساعدهم يدفشهم، كلنا بدنا دفشة بالأول، فقررت إنه نعمل مثل جمعية صغيرة هيك يكون فيها فنانين معروفين جدا وفنانين بعدهم مبلشين، وفنانين يمكن ما يكونوا صاروا فنانين، يمكن على حالهم بحبوا بس الفن، ونساعد كلنا بعض، نعمل معارض، نعمل ورشات عمل، نعمل كذا هيك اشياء سوا، طبعا نكون عم اول شيء عم
نقوي حالنا بالدومين، عم نعرف اكثر، وبذات الوقت نكون عارفين وين رايحين، يعني حدا بيعرف اكثر منا عم بيساعدنا. هيك كل واحد يعني عنده موهبه، ان كان رسم او ان كان بالموسيقى او ان كان بالتصوير او غيره، كل المواهب، بس انه مركزين اكثر شيء على الفن، نقدر قد ما فينا هيك نعطيها الدفشه او هالمساعده او هيك التشجيع، يعني لو حتى معنوي او معارض او غيرها. نعم. سيمون، الماده اللونيه قد ايه بتشكل خدمه للوجه ولتعبيراته برايك؟ اكيد الماده اللونيه هي بتاخده من مطرح لمطرح تاني للوجه او لغيره. هلا انا بشكل عام بشتغل كثير وجوه، يعني اخر فتره اخر معرضين، بس اكيد بتاخده. هلا انا بشتغل مونوكروميتي بلون واحد، وبجرب قد ما في اوصل فيه لاكثر شيء بعد ممكن، مثل ما قلنا قبل شوي سبق قلنا انه بعتمد اسلوب المبالغه، فحتى باللون بجرب هيك اخذه كتشالنج لتحدي قد ما في، شوف قد ايه فيني اطلع من هاللون الواحد بتغميقاته بتفتيحاته بضربات بالظل والضوء بكل شيء ممكن. يعني مدارس لونيه كبيره جدا، مدارس الرسم كثيره جدا في العالم، ما بين الموهبه وما بين التخصص، ما بين الدراسه والتعمق في الفنون. وين بتلاقي سيمون اكثر؟ يعني بتحب انك تشتغل حر وتطلع زي ما بتطلع في كل مرة بتجرب حاجة غير، ولا بتحب انك تشتغل في مدرسة معينة في مكان معين بتلاقي فيه منطقة الراحة بالنسبة لك؟ انا بحس الفن او الشيء اللي عم بعمله يعني هو مثل البحث. فلا بحب ضلني عم نبش تلاقي حالي اذا بدك. هو كمان بحث عن الذات يعني الفن، فلا هو عملية بحث طويل 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 طويل، فان شاء الله شي نهار ما يوقف هالبحث، ضلنا عم اكيد. لوين وصلت فيه للبحث؟ يعني انت تحدثت انه خاصة بصرخات بشرية، تحدثت انه الصراع اللي جوا شخص بيكون بين شخصين او بين يعني شغلتين شخصيتين، انت وين الصراع عندك؟ في صراعات كثير. بشو مثلا عن جد؟ هلا انا بعتبر بعدني باول مشوار اول طريق. نعم. بس انه بتصور كل انسان عنده صراعات، انا عم جرب قد ما في اتناول قد ما في من هالصراعات، تجرب بينها، لان حلو كمان الواحد يفهم حاله اكثر، وسواء انه بالفن ان كان حتى التصوير او القراءه او الشعر او كل شيء، انه هو واحد هيك محاوله معرفه الذات وبروجكشن لها على الورق او على اللوحه او على الصوره. فايه انه تأجي اقول لك شو هو الصراع؟ لا، في كثير صراعات ما فينا نقعد. لا يمكن عم بسألك لأنه عم شوف كثير من الوجوه ساحبة اللي أنت عم ترسمها أو حزينة، فهو هون مزبوط في شوية هيك حزن، مش حزن بس إنه الصرخة ما حركز فيها على الجزء الحلو والكذا، إنه عادة بس نكون مبسوطين. يعني نحن في زمن الآن كل شيء فيه سريع جدا، أصبح الاهتمام فيه بالفنون القوية مش زي زمان يعني، فأنتوا كتجمع لفنانين كل واحد بيقدم فن بطريقة مختلفة موجودين في مجتمع، كيف بتلاقي تفاعل مجتمعك أو مجتمعكم مع ما تقدموه من فن؟ يعني في عالم بتوقف بتشوف بتفهم عاوزة تعرف لسه؟ هلأ في عالم تفهم وبتقدر وكل شيء، وفي عالم ما كتير يمكن همه بهالموضوع، بس أنه شوي شوي عم تحس أنه عم يتطور العالم، عم يتطور ثقافتهم الفنية. بس انه هي بحسها هيدي من وراء المجتمع تبعنا، من وراء المدارس يعني تبعنا. نحن بتذكر انا وصغير انه ما كنا هالقد ناخذ نتعمق باللوحات او بالفن، بس انه شوي شوي هلا مثلا عم شوف مطرح ما بعلم مطرح ما كذا، انه كثير عم بيصيروا يهتموا زياده، فهيدا شيء هيك ايجابي بحس. سيمون، شو الصعوبات اللي بتواجهها بعملك؟ الصعوبات اللي بواجهها بعملي مثل الوضع يعني السياسي اكثر شيء، والوضع لانه يعني ما في شيء مستقر، فمثلا بكون عم تحضر لمعرض وكذا وعامله وحتى كل تقلي فيه بصير شيء بيخرب لك الدنيا، فبتصور هذا بس الصعوبات. نعم. يعني الرسام والنحات سيمون مهنا، شكرا كثير على المعلومات القيمه وحضورك الجميل معنا.